ماما بدها تعمل لك فراشيه. تمام يلا. ما حدش يزعل من الثاني، صحن بصحن دير بالك، كلنا احنا في وضع صعب. الله يكفيها مالها، المسطره بنشتغل صحن بصحن. حقك يا عم حقك، الوضع صعب. الله المستعان. اربع اصفن كفين، هات كمان واحد. رنا بدها تعملنا فراشيح على النار. اول مره بحياتي بجرب اعمل فراشيح. تعلمي، مش غلط مش غلط. تعلم. شكرا يا ابو جميل على الطحين. اللهم صل على النبي. الله سلم الايدين. خلص هيك جاهز كله؟ جاهز. يلا توكل على الله. يلا اول مره. مش قادر اشيل شيء. هذا بأترش؟ لا 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 لا. طب يلا. وين هذا؟ بدي اضلني شايل انا هيك. ضلك شايل لبل ما يخلص. هاي ناس غيرنا كمان بيعملوا عليه فراش. مبسوطة؟ هيك طلبت فراشيح وبدنا نعمل لك فراشيح على النار. فرشحوش كثير. فرشحوش كثير يا رنا. هيك؟ عادي مش مدورة. هيك؟ جميلة. لا نمسك العلبة. ليش بالملقاط بإيدك؟ ما شاء الله. أحسن خربت. أخذوها أنت هذا اللي خربت. للأمانة كونه أول مرة يا رنا بتعملي إشي زي هيك كويس منك، سلم إيديك. في كمان شباب هنا بيخبزوا وفرشوا بعدين. يا سلام، هذه احلى فرشوحه يا رنا. عمايله مجنن. خلت امال ايش؟ عن جد؟ خلت امال؟ هي اجت امال، الحمد لله على سلامتها. ثاني مره مش عاملين. اللهم صل على النبي. فرشيح مربى، اول مره اشوف فرشيح مربى. تتهز ثاني مره مش عامل. روح سلك حالك يا بلد. يلا سلم ايديك. سلم. والله فرشيح مربى. رغم الحصار ولكن الحمد لله في ضحك وانبساط. الحمد لله. ان شاء الله بناكلوا فطورنا يا رب. ايوه ايوه فرشة. فرشة. هذا حتيجي مستطيل هالقير. والله نفسي اعرف اطيرها. الله يطول لك غير تطلع مستطيل. طاحت ما غطت. اجى على المعدة انه يموتها تاكل جدو. منيح يعني؟ لا. هاي الفراشيح عملنا لك اياه. خلص خلصتي؟ يلا خلصتي. الله يعطيك العافيه. في برج، في دار تهدلت. بيت، في بيت. انا هاجوا كانوا برا البنات. كل الناس عدت فضت الساحه في المدرسه وبدهم يصفوها. البيت محد المدرسه. الله يستر. جنب المدرسه بالضبط. في البيت في ناس اجت كمان. كل المدرسه خلت الساحه خايفين. الله يستر. الله يستر. لا انا لو سمعت الصوت ما تخافيش. طيب الله يرضى عليك. وانت يا جوليا سلاف ما شاء الله عليها. سلاف ما بتخافش. فلانا اليوم وانا رايح على الدكانه بحكي لها بتخافي من الصواريخ؟ بتقول لي لا. ولا من الطائرات؟ بتقول لي لا. بقول لها لو طلع لقيت صاروخ؟ بتقول لي لا بخافش. هلقيتها في اختبار لك، بدنا نشوف بتخافي ولا لا. طيب يلا الله يقوي قلبك يا رب. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله يعطيهم العافيه. ايش كيف الوضع حاليا؟ قاعدين بنعمل شكشوكه. شكشوكه ما شاء الله. كرتونه البيض عندنا سعرها 42 شيكل. 40 شيكل سعرها غالي كثير. شكشوكه جوليا بتاكلش الحراق برضه. الله اكبر. حسبنا الله ونعم الوكيل. حاليا كل غزة بتشتغل على النار، الخبز والأكل كل حاجة على النار، القهوة الشاي، الغاز مقطوع نهائيا. يعني تشوفوا كل المدرسة كله على النار. هاي في ناس هنا قاعدة بتخبز. يلا والله بدها نار. بدها نار يا أبي. يا
سلام تبارك الله. يا حرام بابا عينيه دمع من النار. اه والله دخني عمصتني بطلت اشوف. بس اتطبخت البندوره صارت جاهزه. ايش نحط البيض نجيب ما شاء الله. هيك صارت جاهزة. ايش الانا؟ ايش رايك بالشكشوكة؟ حلو. شاطر بابا. والله اللي بصبر بنون. اليوم احنا رايحين على المدرسة اللي فيها اهلي. طبعا جوليا لها تقريبا 3 ايام عندهم في المدرسة وتركتنا، واليوم احنا رايحين على المدرسة. طبعا ما في انترنت ولا في اتصالات ولا اي حاجة، فيش تواصل بالمرة. فهلقيتنا نشوف رد فعل جوليا لما نشوفنا. فيش اتصالات، يعني ما حدا بيعرف كمان حتى من اهلي انه احنا جايين على المدرسة. شوف الناس كيف بتجيب الحطب بعد انقطاع الغاز. حسبنا الله ونعم الوكيل. هينا وصلنا المدرسة. وين يا جوليا؟ كنا بدنا نعمل مفاجأة ونشوفك. مين اللي حكى لك انه احنا هان؟ هلا هلا ابن ابو جاسم خرب علينا المفاجأة. عاملين لك مفاجأة، جايين عليك على المدرسة. كيف حالك؟ سلامتك. الله يسلمك. كيف لك كم يوم هان هلقيت؟ اليوم الثاني. كيف الاجواء هان؟ تحممت حلوة اليوم. تحممت نعيما. مين احسن، هانا ولا في المدرسة اللي في دير البلح؟ هانا. لا لا الاحسن. انا احسن. طب ليش؟ في ميه نظيفه وحمارات نظاف، في صحيات كتير. هانا بتتسلى اكثر مع البنات، في بنات كتير. انا بعرفه نوره جوليا. احنا جايين عشان ناخذك، حنقعد هنا ساعه ساعتين ونمشي نروح نروح على دير البلح. ننام هنا. ايه ننام هنا. لا لا مش مفكر في النوم هنا. انت حكيت المره الجايه بنام. طب ماشي بنشوف كيف ندرس الموضوع. سلاف خلاص. شوف النسوان وين بينشروا يا رنا. يا عيني على الافران الطين اللي... والله لازم يشربوا. بس اثنين بتحط في نسوان بتحط 7 جوا. يا ويلي قاعدين بيعلموها. تعرف ايش تكبس يا حرام. هيا عقبك بالله. ايش يا جوليا؟ تخذي لك رغيف مع ماما؟ عبد الهلال، عبد الهلال. خفيف قاع يا خيي من الحمد لله. قرص. زبوها زبدة عشان جواحي. فيش سولار ولا في غاز ولا في كهرب عشان يكبس. هذا قرون بديل الغاز. اللهم صل على النبي. شوف محلاه. اهلا عاهد. عاهد جاي علينا اليوم، اشتاق للانا، بدي اشوف لانا. اشتقتي له؟ ايه اشتقتوا للروضه تروحوا مع بعض؟ قلت يا عاهد اشتقت للروضه وللمس سناء وغدير. يلا الله يهدي البال يا رب، ان شاء الله بترجعوا للروضه. ها تكون الروضه زي ما هي. Thank you.